خط ايفونات من ايفون 5S حتى ايفون اكس بشرط ما يكونش اي او اس 15، يعني من 14 ل 8 لتحت. تفتح اداة اي ريموفر برو وتعمل جير بريك الاول للايفون. هنا بيقول لك وصل التليفون في الوضع الطبيعي، هنوصل التليفون وهو شغال، وهيتم معانا كده ان احنا نبدا نعمل جير بريك. بيطلب مننا ان احنا ندخله وضع اسمه وضع الديفيو مود عشان يبدا عمليه الجير بريك، ودي بنحتاجها علشان نعمل التخطي للايفون. قبل ده كله لازم نشيك على التليفون انه كلين ولا لا عن طريق السيريال، ونتاكد ان الاداه داعمه ان هو يعمل تخطي مع شبكه ام لا. كده عملية الجير بريك تمت بنجاح. لازم بقى الخطوة التانية انك تفصل الايفون، او انت من غير ما تفصل نشوف ان الاداة نفسها مدعوم ان هو يتخطى اي كلاود ولا لا مع شبكة. اذا جابت لك الرسالة اللي هو supported by the signal يعني كده مدعوم شبكة، وتقدر تتواصل معانا عن طريق الفيسبوك وتطلب مننا الخدمة اللي هو التفعيل بتاعه. الخدمة دي مدفوعة بأسعار رمزية، والتليفون بيشتغل معاك طبيعي على طول بشبكة. بعد لما تدفع بتبان عندك خانة الاكتيفيشن دي ظاهرة زي ما احنا عملناها. دلوقتي احنا بنعمل عملية التخطي بعد ما اشترينا الخدمة، تكون مخصصة بالسيريال ومحفوظة على السبورت بتاع الاير موفر برو، بحيث لو انت عملت له سوفت وير بعد كده تقدر ترجع تعمل اكتيفيشن، بشرط يكون ان الاصدار الاي او اس بتاعه مش 15، يعني الاي او اس بتاعه من مثلا قول 12 لحد 14 و8. كده تمت عملية التخطي بنجاح، وحاليا بتشغل التليفون ده ايفون 6 بلس. تمت عملية التخطي بنجاح وكده بنتأكد ان الشبكة شغالة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ومتنساش لو انت احتجت اي مساعدة مني تقدر تتواصل معي عبر الفيسبوك، هتلاقي لينك البروفايل في الديسكريبشن.